برج الحمل تواجه تحديات مالية هذا اليوم، لذا من المهم أن تكون جاهزاً للتعامل معها. قد تظهر فرصة جديدة في مسيرتك المهنية، مما يفتح لك أبواباً جديدة للعمل وتجارب مهمة لمستقبلك. يتطلب الأمر أيضاً دعمك لأحد أفراد عائلتك في قرار مصيري، حيث يمكنك أن تلعب دوراً مؤثراً في قرارهم. برج الثور تواجه بعض الصعوبات في العمل، قد يكون لديك العديد من الخيارات المتاحة. أمر عائلي يسبب لك التوتر، لذا حاول الابتعاد عن تناول الحلويات، ويفضل التوجه نحو الطعام الصحي وممارسة الرياضة. برج الجوزاء العمل هو محور اهتمامك اليوم، حيث تعطي الكثير من وقتك وجهدك في عملك. قد تواجه بعض التحديات في علاقتك العاطفية، لذا ابحث عن الاستقرار وامنح عائلتك المزيد من وقتك. الوضع المالي قد يسبب لك بعض القلق. برج السرطان تجنب التسرع في اتخاذ أي قرارات متعلقة بالعمل، قد تحتاج إلى استشارة قانونية حول بعض الأمور. أحد زملائك قد يحاول إحراجك أمام المدير، فتمالك نفسك واظهر قوتك. قد تواجه بعض المشكلات الصحية، لذا انتبه. برج الأسد راجع تفاصيل عملك بعناية، ولا تتجاهل أي ملاحظات أو انتقادات. حاول تحسين كفاءتك وقدراتك، وتجنب التفكير المفرط والقلق. أحد المقربين قد يواجه مشكلة مالية أو صحية، فتأكد من دعمه بكل ما تستطيع. برج العذراء تشعر بالحماس والنشاط تجاه عملك، وتحاول إنجاز كل ما هو مطلوب منك. تجنب الجدال غير المفيد مع مديرك، وكن مرنا في علاقتك مع الشريك. قد تصلك أخبار عن أحد الأصدقاء. برج الميزان صديق يمر بمرحلة صعبة، وقد يفضل البقاء بمفرده، فلا تتدخل في مشاكله. اليوم ليس مناسبا للخروج أو لقاء الأصدقاء. قد تشهد تغييرات كبيرة في مسيرتك المهنية، لذا حاول الترفيه عن نفسك والتخلص من الضغوط. برج العقرب تحتاج إلى اتخاذ قرارات هامة بعد فترة من الضغوطات. فكر بهدوء وراجع أولوياتك. ستحتاج إلى فترة من الاسترخاء والنقاهة، وستلتقي بشخص جديد. قد تتطور علاقتكما بسرعة ملحوظة. برج القوس ستواجه صراعات في العمل، وقد يحاول بعض الزملاء الإيقاع بك. دافع عن نفسك واثبت لمديرك أن ما يقال غير صحيح. تشعر بالانجذاب لشخص ما، لكنك متردد في التعبير عن مشاعرك، فتجرأ واتخذ الخطوة. برج الجدي تشهد هذه الفترة حلولاً لمشاكل سابقة، وتفتح لك أبواب فرص جديدة في العمل. تشعر بالراحة والطمأنينة، ولكن أحد الأصدقاء قد يغضب منك بسبب تصرف غير مناسب، لذا اعتذر واصل علاقتكما. برج الدلو اعرض أفكارك العملية بثقة، فأنت تملك الكثير من الأفكار الإبداعية في هذه الفترة. ستلفت انتباه مديرك، وقد تتلقى دعماً كبيراً منه. علاقتكما الاجتماعية جيدة، وقد تتعرف على أصدقاء جدد. برج الحوت لا تتسرع في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالعمل، وراجع حساباتك بدقة قبل اتخاذ أي خطوة. ستصلك أخبار سارة قريباً قد تغير حياتك للأفضل. تشعر بالراحة في علاقتك العاطفية، وتحاول تخصيص وقت أكبر للشريك.